السلام عليكم مشاهدي الكرام. في إطار تفاعلنا مع المستجدات التي كتعرفها الساحة المغربية وخاصة قضيتنا الصحراء المغربية، غادي نوقف هذه الحلقة عن ثلاثة أحداث جد مهمة واللي خصنا نردو منها البال. أولا غادي نشوفو تيميستورا المبعوث الأممي للصحراء المغربية، هذا الاقتراح اللي داروه خطير بالنسبة للصحراء المغربية وكيبين واحد المناورات ديال خصوم وحدتنا الترابية. النقطة الثانية وهو أن برلماني أوروبي كيدخل كما دخل واحد مجموعة من البرلماني الأوروبيين باش تصلح الموضوع مع المغرب وتقوية الاستراتيجية ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بعد حكم محكمة العدل الأوروبية اللي كان جائر. النقطة الثالثة والأخيرة غادي نفتحوا جنرالات الجزائر ومرتزقتهم البوليساريو في تجنيد أطفال في البوليساريو وانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الأطفال أمام صمت العالم أمام هذا الإجرام الإنساني والحقوقي الكبير. تتوالى الأصوات في أوروبا الموالية للشراكة للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وهكذا شفنا على النائب البرلماني الفرنسي في البرلمان الأوروبي تييري مارياني اللي نادى إلى الإسراع بانعقاد لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي لمناقشة القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية متعلق باتفاق الصيد البحري والفلاحة مع المغرب. ووافقوا اللجنة في هذا رئيس اللجنة في هذه المسألة، وأكيد أنه غادي يكون اجتماع حاسم في هذا الموضوع. يوم 4 أكتوبر أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يشكك في شرعية الاتفاقات التجارية الخاصة بالزراعة والصيد البحري المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما أن إلغاء هذه الشراكة التجارية كان محل اعتراض قوي من جانب كبير من الدول الأعضاء وفي مقدمتها إسبانيا، فرنسا، هنغاريا، هولندا، النمسا، بلجيكا، ألمانيا، البرتغال وإيطاليا، لأن هذا القرار بشأن الشكل قد يكون موضع شك لأنه يندرج ضمن مطالب ميليشيات البوليساريو الانفصالية، بل هو أيضا جوهري لأنه يقوض جهود التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. لذا آمل ببساطة أن تتناول لجنتنا هذه القضية بشكل عاجل حتى نتمكن من إيجاد طريق نحو العقل والتوازن لصالح شراكتنا مع المغرب وهو البلد المحوري لتعاوننا في شمال إفريقيا. ونذكروا بأنه ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل جدد نهار الاثنين التأكيد على القيمة الكبيرة لكي يوليها الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية مع المغرب. وقال بوريل خلال ندوة صحفية قدم خلالها خلاصات مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي منعقد بلوكسمبورغ أن الدول الأعضاء 27 كترغب في تعزيز الشراكة التي تربط المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة واسعة النطاق طويلة الأمد كثيفة وعميقة. وقال كذلك لقد أقمنا علاقات ودية وتعاون متعدد الأوجه مع المغرب ونأمل أن نستمر في مواصلتها وتعزيزها خلال الأشهر القادمة. وأشار إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أخذوا علما بالأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وهذه الأخبار كيف قصوا خصوم وحدتنا الترابية وجنرالات فرنسا في الجزائر. هذا شهر أكتوبر كيعرف واحد مجموعة من التحركات خاصة اللي كتمس الصحراء المغربية وفي مكان الصديق كاين العدو، وخصوم وحدتنا الترابية كيناوروا كيتحركوا بواحد الشكل كبير بواحد الطرق خبيثة. واليوم خرج علينا خبر على أنه في مستجدات صادمة من جريدة بيربريس على أنه كشفت وكالة الأنباء البريطانية رويترز عن اقتراح مثير لجدل تقدم به المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا خلال جلسة سرية أمام أعضاء مجلس الأمن كتعلق بتقسيم الصحراء كحل نهائي للنزاع اللي طال الأمد ديالو. وبحسب ما ذكرته رويترز أن ديمستورا اقترح باش يتم تقسيم الصحراء إلى جزئين، الجزء الجنوبي باش يصبح دولة مستقلة كتدبرها جبهة البوليساريو، والجزء الشمالي كيبقى تحت سيادة المغرب مع اعتراف دولي بذلك.
وجاء هذا في ظل تزايد الدعم الدولي للاعتراف بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية. ورغم هذه المحاولة لإيجاد مخرج للنزاع اللي استمر قرابة 5 عقود، أكدت رويترز أن المغرب والبوليزاريو رفضوا مقترح التقسيم في المغرب اللي هذه شحال هو كيدافع على وحدة الأراضي وكيتمسك بمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي ميمكنلوش يقبل بتقسيم أقاليمه الجنوبية. وخلال إحاطته أمام مجلس الأمن بين ديمستورا أنه إلى لم يتم تحقيق تقدم ملموس في الملف خلال الأشهر الست المقبلة فإنه قد يعيد النظر في استمراره كمبعوث أممي للصحراء. بعد نعطينا اتساع. وكجهة التطورات في وقت كيشهد فيه العالم أو بأن ملف الصحراء كيعرف واحد الزخم دبلوماسي لصالح المغرب مع اتساع رقعة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي وفتح المزيد من القنصليات في مدينتي العيون والدخلة تأكيدا على الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أراضيه. وكيبان هنا على أنه ملف الصحراء على مفترق الطرق وخصوم وحدتنا الترابية على رأسهم الجزائر ومن يوليها في العداء أنهم كيديروا تحركات باش يزعجوا المغرب ويضربوا المكتسبات اللي كيحصدها المغرب في العالم. ولذلك كنشوفوا أن صاحب الجلالة خصص خطاب ديالو ديال افتتاح السنة التشريعية ديال البرلمان لقضية الصحراء المغربية وأكد على التعبئة واليقظة وأكد على دور الفعاليات والمجتمع المدني والمنتخبين والبرلمانيين في هذه المسألة ديال الصحراء المغربية والتعريف بملف وبعدالة قضيتنا الأولى. ولهذا خصنا دائما نبقاو ردي البال ودائما حاضرين مع هادو وفين ما كاين شي محاولة خصنا نوقفوا ليها ونتصدوا ليها وخصنا نفضحوا جميع المحاولات الدنيئة اللي كتقوم بها الجزائر وصنيعتها مرتزقة البوليزاريو. في إطار فضحنا لي ممارسات لا حقوقية لحكام الجزائر وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان، نأخذ الخبر الأكيد من جريدة العمق اللي قالت بأنه شهدت قاعة الأمم المتحدة في نيويورك تصعيد ملحوظ في الأصوات المستنكرة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيم تندوف، خاصة هذه المرتكبة في حق الأطفال الأبرياء. ورفع حقوقيون دوليون مختلف الجنسيات بجانب شخصيات بارزة كانت منتمية في وقت سابق البوليزاريو رفعوا أصواتهم محذرين من الوضع الكارثي في تلك المخيمات ولكي يتسم بالقمع الممنهج وغياب أدنى معايير حقوق الإنسان. كل هذا كيسرى أمام مرأة ومسمع من السلطات الجزائرية. وفي هذا الصدد أدان رئيس مؤسسة أفينا الإسبانية بيدرو ماكارون بشدة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في مخيم تندوف وخاصة جنيدهم القسري وتدريبهم على القتال من قبل جبهات البوليساريو. وندد حماد البويهي القيادي السابق في البوليساريو بشدة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان اللي كتمارسها جبهة البوليساريو بحق سكان مخيم تندوف وصف هذه الممارسات بأنها إجرامية. وأعربت شخصيات دولية بارزة من بينهم نانسي هاف وأمل جبور عن قلق بالغ إزهاء الانتهاكات الجسيمة في مخيم تندوف ودعاوا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المرتكبين ديالها بالإضافة إلى التحقيق في اختلاس المساعدات الإنسانية. وفي هذا السياق اعتبر المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح أن مخيم تندوف كتشهد واحد الوضع إنساني متدهور حيث كيعانيوا الأطفال من انتهاكات جسيمة كتمس حقوقهم الأساسية. وأكد أن الأطفال في هذه المخيمات كيتعرضوا لعدة أشكال من انتهاكات من بينها الجنيد الإجباري في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو. وبين عبد الفتاح أن الأطفال كيتم تجنيدهم بشكل مباشر في صفوف الميليشيات المسلحة حيث كيخضعوا لتدريبات عسكرية شاقة وكيتعرضوا لعقوبات صارمة. كما كتستخدم هذه الميليشيات الأطفال كوقود للنزاع من خلال إرسالهم إلى مناطق خطرة شلك حياتهم وسلامتهم من الخطر. وأضاف رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان أن هناك انتهاك آخر يتمثل في إقحام هؤلاء الأطفال فيما يسمى بالمدارس العسكرية اللي كتعتمد النظام كيقوم على التدريبات العسكرية والعقوبات بالإضافة إلى أجبارهم على القيام بأعمال صخرة.
ويرى أن الخطر الأكبر يكمن في تلقين الأطفال سواء داخل هذه المدارس المزعومة أو في القواعد العسكرية أفكار متطرفة وخطاب يحض على الكراهية والعنف، مضيفا أنه يتم عزلهم عن أسرهم وبيئتهم الاجتماعية الطبيعية، ويلقنون إيديولوجيات بعيدة كل البعد عن القيم السمحة للمجتمع الحساني المغربي، وهو ما يهدف إلى تحويل الأطفال إلى أدوات تابعة لأجندات سياسية متطرفة. وإلى جانب الجنيد، أشار عبد الفتاح إلى عملية التهجير القسري اللي كتشمل هذ الأطفال تحت ذريعة التمدرس، حيث كيتم نقلهم إلى مدارس وإقامة مغلقة في دول مثل كوبا وليبيا ويوغوسلافيا سابقا، مشيرا إلى استمرار عملية الترحيل إلى مناطق أخرى داخل الجزائر، وهو ما كيعمق أزمة الأطفال وكيزيد من تفاقم أوضاعهم النفسية والاجتماعية. كما كيتعرضوا هاد الأطفال للتسفير إلى إسبانيا ودول أوروبية أخرى ضمن مرابج مثل عطى السلام التي تخفي في طياتها أهداف أخرى أبرزها التبني من قبل أسر أوروبية. ووفقا للأستاذ عبد الفتاح، فقد تم تسجيل حالة اعتداء جنسي وتحرش، بالإضافة إلى محاولات التبشير بديانات وعادات غريبة عن بيئتهم وأسرهم الأصلية، شيء اللي كيزيد بالعزلة ديالهم عن جذورهم الثقافية. وعلى الرغم من خطورة الوضع، ما زالت المنظمة الدولية المختصة بحقوق الطفل عاجزة عن معالجة هذه الأزمة. ويعزو عبد الفتاح هذا العجز إلى تنصل الجزائر من مسؤولياتها التقوم بتفوية صلاحياتها الأمنية والسياسية إلى جبهة البوليساريو بشكل غير قانوني. هذا التنصل من الالتزامات الدولية كيجعل من المستحيل تطبيق الآليات الأممية الخاصة بحماية الطفولة في المخيمات. واختتم الأستاذ عبد الفتاح حديثه بالإشارة إلى أن المنظمات المستقلة رغم جهودها المتواصلة في دق ناقوس الخطر وإعداد التقارير، ما زالت غير قادرة على الوصول للأطفال في المخيمات والتأثير المباشر على أوضاعهم المتدهورة.